رح نرضى بغير الحق اللي بيرجع لاصحابه، واللي بيتربى على عز ما بيتباهى بماله. عزك من حقك رح يرجع له مهما طال غيابه، مهما الذل يزيد ويقوى الخير بيبقى برجاله. رح نرضى بغير الحق اللي بيرجع لاصحابه، واللي بيتربى على عز حقك رح يرجع مهما طال غيابه، مهما الذل يزيد ويقوى الخير بيبقى وش عملت الروزانة الله يجازيها. يا رايحين لحالة حبي معكم راح، يا محملي العينة تحت العين التفاح. كل من واليف معه وانا والي في راح، يا ربي نسمة هوا ترجع والفيليا. كل من وليف معه وانا ولي في راح، يا ربي نسمة هوا ترجع والفيليا.
الشريف على الوادي واقول يا مرحبا نسم هوا بلادي. الروزانة الروزانة كل الحالة فيها، وش عملت الروزانة الله يجازيها. نعيما يا ماما، نعيما يا روحي، قليلي قلبك يا وفا. في بقى رح تتأخر على شغلك حبيبي. وفا صارت الساعة 10 ودوامك الساعة 9، ايش بك كمان اليوم؟ يا الله. يا وفا ايش قصتك؟ كمان اليوم مانك ناوي تروح على الشغل؟ لا زالت الحرب دائرة، ولا زال المواطن صامدا يواجه كل أشكال الضغوطات بما فيها الظروف الاقتصادية من ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار. حوارنا اليوم مشاهدينا الكرام يتمحور حول رؤية اقتصادية للمرحلة الراهنة مع الدكتور عاصم توفيق، دكتورة في التجارة والاقتصاد. أرحب بحضرتك دكتور. شكرا لك وشكرا لقناتكم الكريمة، وبتشكر هذا اللقاء الاقتصادي الذي أرجو أن يكون ذو فائدة وقيمة. دكتور عاصم، بعد 5 سنوات من الحرب التي نواجهها جميعا نحن كسوريين، يعني كيف تعرف الوضع بشكل عام؟ كيف تصف حالنا نحن من خلال حضرتك؟ شكرا لك لهذا السؤال. معلومك أصبح معلوما للقاصي والداني كم هي هذه الحرب الدائرة ظالمة، وما نتج عنها من ويلات بحق الأرض والبشر، وما نتج أيضا من خسائر في البنى التحتية بحجم ليس بقليل، وكذلك حجم المعاناة التي فرضت على البلد وعلى شعبه نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة التي حرمت المواطن مستلزمات العيش الكريم. كلنا نعلم ذلك وجميعنا نعاني، لذلك أرى أنه يجب علينا أن نبحث عن الحلول لمقاومة هذا الحرمان وتلك النتائج، وإلا فلنعلن عن مواتنا وهذا محال بطبيعة الحال. بونجورك ماما. بونجور حبيبتي. لك بنتي الله يرضى عليكي، روحي فيقي أبوكي، صلي من الصبح لهلا فيقته 10 مرات وما فاق معي، والله تعبت ومليت. إذا على صوتك أنت 10 مرات ما فاق، على صوتي أنا بدي فيه. أنا فقت على صوتك. خير؟ لوين؟ عندي موعد. نعم؟ عم بمزح، عندي مقابلة شغل. لك بنتي الله يرضى عليكي، وابنك وائل ومصروف البيت ماما. لك بنتي طولي بالك، بكره ابوكي بس يبيع بيتنا بحلب رح تفرج علينا. يا ماما بابا صار له 5 شهور بيقول بده يبيع البيت بحلب، والهيئه ما ناوي يبيعه، وانا اذا بدي استنى ليتحنن علينا ويبيع البيت يمكن ما يضل معي مصاري اركب سيرفيس انزل ادور على شغل. بعدين واذا كان عندي ولد لا بطلع من البيت ولا بشتغل. لك طيب بنتي ليش ما نزلتي مع رزا؟ نزلت قبل شوي. رزا طريقة غير طريقي. يلا ادعي لي ماما. اشربي قهوة لك بنتي. ترمالك ها؟ صحة وهنا. الله يسلم الإيدين. يلا ادعي لي ها؟ الله يكون معك حبيبة قلبي. لك يا صباح الوفا كله. صباح الخير بقى. صباح
صباح النور، يلا بخاطرك. الله معك. صباح الخير. صباح النور. وين رزان؟ نزلت من شوي حبيبي. وهيك صار، راح النت وضليت طول الليل عم ترجم على القاموس. الله يعينك، على الموبايل كان اسهل. انا بكون عم بكتب شيء واذا بلاقي حالي عم بستخدم مفردات فرنسي. يمكن بدي وقت شوي لحتى افصل بين الانجليزي والفرنسي. مع الوقت بتتقوى لغتك وبتتخلصي من الشغله. يلا قومي خلينا نروح مشوارنا قبل المعهد. ايه لو سمحتوا يا جماعه، نحن بقيانين انا ورزان. رزان بدي اياكي بشغله. طيب ما في مشكله، شوفك بالمعهد. ماشي. هات لشوف ايش هالموضوع العظيم يلي خلاك تجي وتروح علي روحة المتحف. لقيت لي شغل؟ بصراحة لسه عم دور لك عشي يناسبك، بس المهم هلا في شي كتير 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 ضروري. أنا جوعان، شو بدنا ناكل؟ أنا ماني جوعانة. بس أنا جوعان. طيب اطلب وكل. لو سمحت. تفضل استاذ. شو في عندكم اكل؟ في فطور، في جبنه مشويه. لا لا لا، قصدي شو في وجبات؟ بلحظه اشوف لك مطبخ اذا بلش بالوجبات. طيب. يعني ليش مو فطور؟ الساعه لسه ما صارت 11. بدي اطلب مسحب. جاء على بالي فرج مسحب. إيه انت من يومين قلت لي انك ما بتحب المسحب. بس انا بحب وحده بتحب الفرج مسحب. انا ما بدي اكل، ماني جوعانه. بس بدك تطلب كل. وطلب أكل بتحبه. دكتور، المواطن السوري اليوم يعيش يعني أقصى درجات الضغوط الاقتصادية، برأيك ما المطلوب منه اليوم؟ لا شك أنه الظروف صعبة جدا، فعلى المواطن، كل مواطن، أن يبدأ أولا بشكل جدي بالتقشف حتى يستطيع أن يكون بمستوى التحدي، ومن بعدها نتكلم عن أدنى مستوى معاشي للمواطنين. التحديات كبيرة، الظروف خانقة، لكن لابد من البداية بالأمر الذاتي، والأمر الذاتي ما يتعلق بنا كأبناء بلد، حالة التقشف، الابتعاد عن الحوائج الزائدة. هذا يساعد مبدئيا بشكل أساسي على تجاوز بعض المحن الاقتصادية. يا دكتور، يعني برأيك يعني اليوم المواطن يعيش فعلاً حالة كبيرة من التقشف، يعني إذا بدنا نقولها بالعامية مو حاجته تقشف، أليست هناك بدائل اقتصادية تحل هذه المشكلة عملياً؟ لا عزيزتي، ما في مشكلة. البداية دائماً لازم تكون ذاتية، وأهم شيء وأهم مبدأ هو حالة التقشف المواطنين لتجاوز المحنة. هناك يجب أن لا ننسى أن هناك ناس ضحوا بأرواحهم فداء لهذا البلد والناس الآخرين الذين ما يزالوا صامدين. خذيني على سبيل المثال، مثلا أنا ابني ما يزال موجود في البلد في الشركة التي يعمل بها، لم يغادر. أنا وهو ووالده كذبك شو حلو، نقدم خدماتنا للإنسان لمواطننا، وسنسعى وسنبقى وأعد بذلك أن نبقى أن نقدم هذه المعونات وهذه المساعدات من طريق من عملنا التجاري أو الاقتصادي، وعملنا في الجانب الآخر في تأمين وخدمة الوطن بشكل عام. دكتور، سؤال افتراضي لحضرتك، يعني بعد هذه السنوات التي عشناها، في حال أوكلت إليكم مهمة في الحكومة، يا ترى ماذا يختار الدكتور عاصم؟ أين تجد نفسك؟ حقيقة يعني ليس لدي هذا الطموح، لكن إجابي لسؤالك إن كنت قد خيرت فسأختار مجال العمل في وزارة الصحة، وأنت تعلمين كم أن مشافينا الوطنية التابعة للدولة، مشافي الدولة تعرضت للتخريب من قبل المجرمين، فأختار هذا الجانب لمساعدة الناس. هناك الكثير من الحاجة والاحتياجات في الجانب الصحي الآن، فكأن كان هذا الخيار فسأختار مجال العمل في وزارة الصحة.
الدكتور عاصم توفيق، دكتوراه في التجارة والاقتصاد، كنت معنا في هذا اللقاء، مشكور جدا وأتمنى لكم التوفيق في المرحلة المقبلة. شكرا لك، وإن شاء الله تكون اللقاءات القادمة إذا حصلت أيضا في ظروف اقتصادية ووطنية أفضل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، كنا مع هذا اللقاء الاقتصادي بامتياز، أتمنى لكم كل التوفيق وكل الخير، إلى أن نلتقيكم في حلقة مقبلة، دمتم بألف خير. أستاذ، سألت لك المطبخ في جميع الوجبات الموجودة على المنيو. طيب منيح، جبتي وحدة مسحة وحدة شرحات مطفاية. لا لا، بس وجبة شرحات مطفاية. لا، جبت تنتين، وجبة مسحة ووجبة شرحات مطفاية. ألو، أهلين أم الجود والكرم. كيفك مام؟ تمام، وينك؟ ماما، كم مرة بدي أقول لك إنه أنا أمك؟ يعني أنا اللي بسألك وين أنت، مو أنت بتسألني. أنا هلا باجتماع. ما شفت بابا على التلفزيون؟ لا، ما في تلفزيون مطرح معني قاعد. خير، شو بابا؟ لا لا، ما في شي مام، بس كانوا عاملين معه لقاء قبل شوي، وكل اللقاء وهو عم يحك دقنه. يعني كان عم يكذب. استحي يا ولد. طيب آسف، ما كان عم يكذب. لا، كان عم يكذب، بس ما بصير أنت تقول عنه هيك. طيب، كان عم يحك بدقنه. أوكي، هاي هي، كان عم يحك دقنه. مام، هاي الميوزك اللي عم اسمعها منين؟ لا، هي موبايل أنور، بس هيك قالب على مثقف الأيام. طيب، سلم لي علينا أنور. الله يسلمك، وصل. أوكي، باي مام. يلا باي. قولي لي بليز، أعطيني أنور دقيقة، بدي أحكي معه. هلأ هو مانو حدي، طلع يحكي على الموبايل. جود مام، أنت عم تحك دقنك شي؟ لا ماما. أوكي ماما، بس يجي أنور قل له ماما عاوزتك، خلي حاكيني بليز. طيب حاضر. أوكي، باي مام. أمي إذا بتقدم السي في تبعها على السي آي اي بيقبلوها فورا، لقوا بيبعتوا لها طيارة تباشر الشغل. صحيح، مين دق لك؟ وفاء، انت ايش قصتك هالكام يوم؟ اين قصة؟ يعني ما عم بتروح على دوامك مثل عادة، صاير معك شي؟ لا، ما صاير شي، بس جابوا امين مستودع تاني. ايه، بدالك؟ لا، مو بدالي، بس جابوا واحد داوم بالنهار وانا بداوم بالليل، وبيني وبينك هيك احسن لي. ايوه. طيب وهلا ايمت صار دوامك يعني؟ بعدين ليش لهلا حتى قلت لي انه جابوا واحد بدالك؟ على اين سؤال بتحبي اجاوبك؟ على ليش لهلا حتى قلت لي؟ ما خطر لي، بعدين شغلي ما هي مستاهله، هي امين مستودع، يعني كل شيء بساوي بسجل الورديات الصادر والوارد، والدوام عندهم مو مهم. ايه فهمت، بس ليش ما قلت لي؟ لك ايش بك ام باسم؟ وإذا ما قلت لك إيش خربت الدنيا يعني؟ مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلي. أنتوا حاطين إعلان بالجريدة مشان وظيفة؟ أهلا وسهلا، أعطيني السي في لو سمحتي.
تفضلي ارتاحي. شكرا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا. عندك هلا مش قد ممكن يكون معاش هون؟ لا والله ما بعرف، ولا يقبلونا بالاول. مظبوط. زينة تفضلي. ديما تفضلي. شكرا. ادخل. مرحبا. اهلا اهلا. شو درسة يا ديما؟ درسة تجارة. وقديش عمرك؟ 32. تفضلي تفضلي ارتاحي. شكرا. شوفي ديما، بدي اسألك، انت شغلة قبل هالمرة بشغلة ما لها علاقة بدراستك، أو خلينا نقول إنه لها علاقة بدراستك، يعني قصدي بشي شركة أو مؤسسة أو حتى بمكتب، قبل ما تيجي لعندي وتقدمي ورائك عندي هون بالشركة؟ نحن جايين من حلب، صرنا 5 سنين هون بالشام. قبل ما نجي من حلب أنا قدمت على وظيفة هنيك بشركة استيراد وتصدير وانقبلت. بس صارت الحرب، يعني مع أنه كنا بوقتها أنه خلص متفقين على كل التفاصيل وخلص لازم استلم الشغل، بس قبل ما استلم الشغل بيومين تسكرت الشركة. بتعرف صار تضييق كتير بأول الحرب على كل شيء مصدر أو مستورد، فلأ ما اشتغلت. كأنه ديما قبل شوي قلتي لي أنه إجينا من حلب للشام، قصدك جيتي انت واهلك؟ ايه. شو بدي اقول لك، ديما انت متزوجه؟ انا منفصله. يعني مطلقه؟ ايه. شو بكي عم تقوليها وكانك خجلاني؟ عادي. والله يا اهلا وسهلا بمدام ديما. اهلين فيك. قولي لي شو بتحبي مضيفه؟
نسكافيه، قهوه، كابوتشينو، زهورات، شو بتأمرين؟ نحن حاضرين. لا شكرا، ما بدي شيء، شكرا. كأنك مجوب لك أمي عرقان، مع أنه الدنيا بارد. آخ لك يا أمي، بس لو تعرف، بس لو تعرف إيش صار فينا بهالكم سنة. آخ لك ابني، إيه بدك تفيق أنت؟ فيق بقى، والله أنا اشتقت لك، اشتقت لك كثير لك يا أمي. إحنا كلياتنا بدنا إياك. لا استنوني على الغداء. لحظة لحظة، استناني شوي. لا تنسى تجيب لي كيس سيروم لباسم، ما بقيان عنده غير كيس واحد. هي على عيني. دقيقة شوي، أسوي لك سندويشة تاخذها معك على الشغل. لا 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 تأكلي هم، أنا بدبح حالي هنيك. الله معك حبيبي، الله معك. تحفظ لي وشها منيح وبتستنى لحتى احكي معك، اوكي؟ لا تطمني، حفظت وشها كثير منيح. اصلا هي من كثر ما انا حلوه مستحيل الواحد ينسى وشها. وهلا اترك لي وشها وجمالها وركز معي منيح. اكيد هلا جود بده يتصل فيك ويطلب منك تحكي معي. انت لا حكيت معي ولا انا حكيت معك، بتعمل حالك ما عرفت شيء، اوكي؟ اوكي هلا روح كفي شغلك واستنى مني تليفون. ماشي ماشي، مثل ما بدك، تكرم عيونك. مع السلامه مدام. طيب وليش ما في مرحبا؟ ممكن تجاوبني على سؤالي؟ شو هو؟ لما حكيت معي أول مرة شو طلع لك؟ طلعت لي الأنسر ماشين وقالت لي إنه الرقم المطلوب لديه مكالمة أخرى. أوكي، وشو المفردة اللي ما فهمتها من جملة لديه مكالمة أخرى؟ لا فهمتها، يعني أنت عندك مكالمة تانية عم تحكي على موبايلك. بتقوم تتصل مرة تانية؟ لك لأني بدي أسألك سؤال. إيه بدي أسألك عن شيء. خير تفضل. شفتي لقائي على التلفزيون؟ تذكرت. هلا انت ما بدك تبطل هالحركه انك تحك دقنك كل ما بدك تكذب. والله كنت عم حكها طول الوقت، كنت عم تحكها وما شلت ايدك عنا الا لما سالتك المذيعه سيد عاصم سؤال افتراضي. وين بتحب تشوف السيد عاصم بعد 5 سنوات؟ يعني باي وزاره ممكن تخيل حالك؟ فقلت لها هيك ببساطه بوزاره الصحه، لانه وزاره الصحه تعتني بصحة المواطن بشكل مباشر وأنا كتير بيهمني صحة المواطن. ورجعت حطيت إصبعتك على خدك. لك رزة، لك إن شاء الله بتقبري قلبي على هالصوت. اشتقت لك. لك أنا اللي اشتقت لك روحي. فينك أنت؟ إيش عم تعملي؟ إيش بدي كون عم بعمل؟ عم بفكر فيك. كأبوس روحك شقد مشتقت لك. لك رزة، برحمة أمي وأبوي إني مشتاق لك كوميات. لك إتعاليك بقى شي زارع حلب ولو، والله قلبي ناطف عليكي.
بعدين من إيش خايفة؟ حلب ما عاد فيها شيء. إيه والله ما عاد فيها شيء. إنا كم بلوكة؟ لك أنا كل يوم بمرق الموت من جنبي بسلم عليه وبروح، لك ما بيبروك. بعيد الشر عنك يا روحي. بعدين أنا ماني خايفة أجي على حلب، بس بابا ما عم بيرضى حدا يجي معه وقت بده يروح يشوف البيت. رزة؟ إيش بدي أسألك؟ لسات أبوكي ناوي يبيع البيت؟ صار له أكثر من 6 شهور بس ماما عم بتوز بإذنه مشان يبيع البيت، وهو هيئته ما ناوي. لك أبوس روحك يا عمي أب باسم. لك على سيرة باسم كيفه؟ أخي لعن أبو الموبايلات أبو الأمبيرات. باسم بعده فايت بالكومة وصحته كل ما لا بتتراجع. ماما عم بيحترق قلب علي. إيش بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك لك سلوم. وضعنا بيهوي. ألو؟ 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 سلومتي؟ يا الله شو كنت عم بحكي مع حالي؟ ماما أشبك ليش هيك صوتك حبيبتي؟ يا روحي أشبك يا عمري أشبك؟ ديما؟ لك بنتي إيش صاير معك؟ ليش؟ لأنه قدي صلك عايشة بالشام بس لساته حكيك حلبي. ما أنا أبوي وأمي وأخوي وأختي وجدي ونانتي كلهم حلبية، بعدين مدرستي بالابتدائي والإعدادي والثانوي حتى جامعتي اللي ما لحقت أتهنى فيها كانت بحلب. إيش دك يعني أحكي؟ أبوس روحك أنا. دخلت على غرفة الانتظار مثل كتير بنات كانوا قاعدين عم يستنوا دوره. بعد شوي اجى دوري ودخلوني على غرفة واحد قاعد ورا مكتب، اكيد هو المدير يعني. صار يسألني ايش اشتغلت قبل، ايش دارسة. ولما وصلنا على سؤال الوضع العائلي سألني اذا كنت متجوزة ولا لا، اذا عندي ولاد. ايوة كملي. بس عرف اني مطلقة حسيته انبسط، قام من ورا مكتبه وقعد مقابيل وانفرد كتير وصار يحكي عن مواصفات الموظفة المطلوبة، طبعا مواصفاتها الشخصية. وكل ما أسأله ايش طبيعة الشغل ما يجاوبني. كنت عم بحس انه كل كلمة كل تطليعة منه عم بيقلي انه انا وحدة سهلة. لمجرد أني أنا مطلقة فأنا وحدة سهلة. معقول ماما؟ معقول أنه لمجرد أنه أنا وحدة مطلقة خلاص صرت مباحة سهلة؟ ماما ليش زعلانة؟ حبيبي ما أنا زعلانة، راسي عم بيجعها. لا تضحكي علي، أنا بعرف أنه زعلانة وبعرف ليش. طب ما زالك بتعرف، ليش عم تسأل؟ هي قالت لنانا انه هي مباحة. انا ما فهمت شي، ايش يعني مباحة؟ حبيبي والله ما بعرف شلون بدي اشرح لك، يعني مثل كأنك طالع على الشارع بالبرد ومانك لابس جاكيت، يعني ما في شي يحميك من البرد. او مثل كأنه بيتنا هاد ما إله بواب،
بيطلعوا بيفوتوا عليه بدون ما يمنعون أي شيء. أو أقول لك شغلة، مثل كأنه حلب ما في حدا يدافع عنه. فوتوا شباب! البنت عم ترسم على الديل. بتعرف انه اليوم كانت عنده بالمكتب؟ صراحة أنا ما عندي علم بهذا الموضوع أبداً. احنا ما ضل عندنا مصروف في البيت طالب. دفع لي 45 مليون. ما بعتهول. وبلكي نهد البيت؟ نصفي بلا مصاري؟ أخي حلب. حلب. حدا ببيع حلب؟ لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية. بالآخر كلنا حلبية. إيش الدنيا يعني عريس راح وعريس إجا؟ لما أنا أقول لأي حدا إني أنا مطلقة. كأني عم بطير أم موبايل. Let's go.